الحجامة. الراجح أنها لا تفطر الصائم. وقول الجماهير على أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم نسخ. ومن أهل العلم من قال بأن القول بالنسخ لا يعتبر، لأن الجمع بين الأدلة وارد، وجمع بين الأدلة بتقدم حديث أفطر الحاجم والمحجوم على حديث احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. هذا هو الجمع بين الروايتين، والله تعالى.